احنا جينا الفنادق دابا طلعت ديال الفنادق بغيت السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا كنسمع شحال من كنسمع ديال المراهقه فارتبطت بهذه المدينه ارتباط كبير جدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح السعادة والسرور. اليوم آخر نهار عندنا في الشاون، غدا نفطروا نفس اللوطين اللي احنا فيه وغدا نتجهوا إن شاء الله لمارتيل باش نشوفوا شكون غنشوفوا في مارتيل. هدايا شكون غنشوفوا في مارتيل؟ خالي زبير. خالي زبير هو في انتظارنا. صحة والراحة مجيد. شارك معنا شارك معنا شارك معنا بشي كلمة هذا الصباح. تسناو ولا تسناو تسناو. السلام عليكم، صباحكم مبروك، صباح صباح الشاون، صباح المناظر الطبيعة الجميلة. فوطي مفتاح، أكلة ديال فوطي زوينة، كتشم الهواء النقي، وطريقنا إن شاء الله إلى تطوان بإذن الله. وسلام جميع وجمعة مباركة. جمعة مباركة للجميع. وما تنساوش تقراو سورة الكهف. قريت انا قريت الكهف. ناري دائما كتسبقني كيتسابق معايا. بانوا لينا هادو اللي كيبيعوا بسكوي في الطريق، زوين كيشهي كيشهي. انا غادي نوريك لكم. وقلنا نهزوا معنا شوية ديال الخوي. هاد المنظر توحشت وحق الله بزاف، هاد المنظر بزاف بزاف توحشت. هذا ديال بحال هكا هادشي محطوط في الطريق وفي المدن الصغيره بحال الاصيله كيكونوا تما حاطين هادشي في الطريق بزاف. قيس قيس زعما اجي ذوق هي قيس. انا نشرح لك انا نشرح لك نقيسو تنسالي ونقيسو انا وياك الكرموس ديال الشو كيعجبني. السلام عليكم، شحال السطيل؟ 10 درهم. ناخذوا العناب نسبة ناخذ كل شيء، ناخذ حاجه حاجه حاجه. وين 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 كيقولوا ليه نقاص هنا في حنا كنقولوا بعويد، انتما كتقولوا نقاص. لينقاص كان ساكن في نقاص. لينقاص اعطيني هذا برقوق ياك، تاوي برقوق ياك كتقولوا برقوق انتما. بلاد وحده وش شحال ديال اللهجات. شنو اللي زعبول عاوتاني؟ الكرموس زعبول. هكاك غادي ناكل شي حاجه ضروري ضروري ومؤكد. دير لينا واحد العنب حتى هو، دير ابيض ودير كحل. كاين فين هو الكحل؟ ما بانش ليا كحل. عندك ابيض وليش كتقول لي بيض ولا كحل؟ هذه هدية ديال هدية ديال دوك البقرات الكحلين ولا البيضين؟ البيضين والكحلين تما. يلا سير دير لنا الخوخ توا. البقا ديالك من تحت تحت ما خامش تحت. صافي 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 كتخبز. لا صافي دير لنا الخوخ. بسم الله توكلنا على الله. رجعت لي الصرف تطوان الحمامة. اش الحمامة؟ بيضاء. واش لا طنجة الحمامة بيضاء؟ لا تحلف. قلت لكم ديما كنعطيكم المعلومات صحيحة بالنسبة للأماكن اللي كنمشي لها. هادي الحمامة البيضاء. صافي سمحوا لي الحمامة البيضاء تطوان زوين. الدخلة ديالها رائعة نقية، الشمال كله نقي. دائما في العهد ديالي ملي كنت باقا ساكنة هنا ودائما الشمال نقي وباقي نقي الحمد لله. وحنا بغينا بلادنا كلها تكون نقية، بغينا الشمال يكون واحد ليكزومبل زوين للمغرب كامل، نكونوا بحال المدن الشمالية. عافاك انا مزاوقة.
العار. لا لا شكرا شكرا غنمشي عند خالد زبير. كيوريونا السوارت قلت لهم لا لا كنشكركم عندنا عندنا خالد. هنا احنا في طريقنا الى مارتيل الى لاحظتوا سون كومونتير شوفوا الدنيا شحال نظيفه نظيفه وجميله جدا الحمد لله والله الحمد لله. هم عندنا الشمال والجنوب زوينين ونقيين. احنا دابا كاينين في الفنيدق نفس الشيء بالنسبه لمارتيل نقيه بزاف منظمه جميله كلها نقيه. احنا جينا الفنادق دابا السلعه ديال الفنادق بغيت نصورها لكم ربما كاين الناس اللي شحال هذه ما جاوا الفنادق. القهوه ديال الحوت هنايا والله شحال هذه ما شفت هذا الشيء 5 دراهم ديال في المغرب. والله الا 5 دراهم لاش احنا مازال كندورو في الفنادق واللي اثر انتباهي في هذه المدن الشماليه كلها اللي دابا كنزور وطريقه ديال السياقه الحمد لله. فرحت في الحقيقه والله ما شاء الله كي سوقوا بواحد الطريقه مؤدبه جدا وكيحترموا قوانين السياقه وكيحترموا الراجلين. في ممر الراجلين السياره كتوقف لك واخا انت مازال بعيد كتوقف لك نفس الشيء اللي عندنا في كندا تماما حتى كدوز على خاطرك كتقطع الطريق على خاطرك عاد كيدوز عاد كدوز سياره كرينغو شفتيه كرينغو تشورو 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 شي هذاك كاسير ديال شحال هذه باقي باقي عندهم هنايا فرماج لانشون سميتو فرماج ما عرفتش هذوك اللي قلت لك شوز انا ميكن باي هذه خاصها السكر هدايا شربي خاصها السكر هنا في الفنادق من بعد ما درنا واحد الجوله في القصريه المعروفه ديال الفنادق باقا هي هي مواد اللي كنا كنشريو شحال هذه غذائيه باقا طبيعه الحال الاثمنه زادت ولكن اي حاجه كتحتاج لها كتلقاها هذا هنا كانت قصريه ما عرفتش مازال ما مشيتش ما مشيناش لعند كنا كنخرجونا نمشيو نمشيو من هنا هنا ما وصلناش لي على رجلينا مشينا كنا نور That's right. هنا سبتة سبتة هادي سبتة ما مشيناش لها طبيعة الحال ما جايبينش لي باسبور أصلا فوالا حنا جينا لهاد البلاصة وحبيبي خالد زبير ها هو تعرفوا عليه غادي يشرح لينا اشنو غادي يديروا في بلاصة السبتة. شكرا بعد الانتباه ديالكم الى شفتوا هاد الفيديو. بالنسبة لهذه هي المدينة الحرة المدينة ديال السبتة السبتة كما تعرفوا راه تسدات البادي اللي غادي يكون هو هذا يعني لي غومبلاسيو السبتة بحال شي طاكسي غادي يولي بحال السلعة كتدخل مثلا هنا كتدخل بحال طاكس مثلا يعني غالبا هذا هو اللي كاين اللي كيتقال دابا وممكن تشوفي الداخل راه كاين الداخل احنا غادي نشوفوا دابا وريتهم غير هاد البلاصه يعني الرسم اللي غادي يكون هادي غتسمى المنطقه الحره بحال هكا المنطقه الحره المنطقه الحره المنطقه الحره ديال البيع والشراء فوالا ديال المواد هي هادي معناتها انت غادي غتكمل
باقي دابا راه دخلوا شويه انت دخلتي اه فوالا فوالا دخلتي اه قريبه الحراس شفتها فين كتبان راه راس صافي قالوا لي بصح حنا جبنا لكم كلسوا الارض نايس الله نقي وهادي كنشكروا السي مجيد حضر لينا الجاج واو 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 دار دمي تور ما عجبوش الحال الوقت دابا باش ندورو فيه دابا ديجا 8 ديال العشيه واه ايوا ما عندنا ما نديرو هادشي اللي مكتوب باقي هنا الناس جالسين في لي كافي جو بونس غادي نزلو على رجلينا غير شي شويه صافي ونعاودو نرجعو باش ما نديباسيوش تسعود الدنيا عامره بزاف في المضيق عامره 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 غامه حنا دابا غير باش ندوزو من المضيق نمشيو لمارتيل حنا وقيلا شي ساعه لاروب حنا جايين كنا بغينا ندورو شي شويه في المضيق مي جو نو بونس با عندنا الوقت تماما دابا هاد الليسي كان سميتو الا ما خفت نكتب واد ذهب يمكن ما بقيتش عاقله بزاف المهم عقلوا عليه من بعد وغدا نعاود لكم عليه واحد القصه فوالا هذه هي الدخله ديال الليسي هي هذه اللي واقفين فيها واد ذهب اوه نايس باقي عندي الذاكره تلميذ الى وادي الذهب فوالا من بعد غدا نعاود لكم القصه دابا شوفوا معايا غير هاد الازقه ديال الاصيله كتحمقني كتعجبني هاد المدينة بزاف 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 هنا هاد البلاصة كيتباع فيها الخبز دائما the same thing باقي ما كلناش تشورو نزيد نكمل نزيد نطلع لك الكوليسترول هاد الصباح هالحوت هالحوت اهلا وسهلا بكم أصيلة أنا بابا مجيد شتي هذا الراجل مسكين اللي عنده المنطات هذا من العهد من العهد القديم 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 وهو بحال هكا وشو سبحان الله شحال من عام دابا جينا حنا لقينا باقي قالت لك هدايه مانطا كاي سبحان الله اه سبحان الله اصيله اصيله الاصيله باقا هي هي سبحان الله جمالها الحلاوه ديالها هي هي هاد البلاصه ما عرفتش عندنا الوقت نمشيو ليها ولا ما عندناش جيسبر 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 نقدروا نمشيو لها زوينه واحد البلاصه تما بزاف بزاف مي سا ديبون على الوقت والله العظيم الا زعما زادوا ستريساونا بزاف بهاد سعود خاصك تكون داخل الدار زادوا ستريساونا بزاف ولا غنجيو نجلسو في لي كافي اللي كنجلسو فيهم دائما هما هادو كيعجبوني بزاف غنجلس وقيلا في اول وحده ونوض نايضه ايه فوالا ايه فوالا غنطرقو على الشمس شي شويه غنطرقو على الشمس الثانيه غندخلو لداخل كتسمع شحال كتسمع
يعني كنتسناو في الفطور أصيلة غنفطرو إن شاء الله. هذه هدايا مرضات لأنها خلات بزاف ديال البسكوي شوكولا ودراتها في المعدة. دابا هذا ولات خفانة ومخلوعة مقدراش تاكل. هذا سلومة فينك ما عرفتش كيفاش نبينك. اجي قرب قرب. هذا سلومة زوين وعنده سنينات كلهم بدلهم وناضوا. واو هذا مجيد صباح الخير مجيد. صباح الخير فين؟ هاني السلام عليكم. قول لهم صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم أصيلة؟ مرحبا بكم زيلة. فوالا انا دخلت من هذا الباب. ليديز اند جنتلمان هنا في أصيلة. هذه هي اللي غنغني عليها. ذكريات 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 كثيرة هنا. سسبانس انا عرفتوا عليا السسبانس ضروري ما عنديكمش في السسبانس. غنهضر معكم و اون ميم طون سالي غنحبسو الناس بابا غنحبسو كاع البابا كيف حيت غنحبسو الناس الى 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 صافينا كاملين الناس. كان يا مكان في قديم الزمان بابا كان مدير الله يرحمه كان مدير في الثانويه ديال واد الذهب اللي وريتكم دابا توتالوغ. سكننا في اصيله عامين بحكم ان بابا كان رجل تعليم منذ قديم الزمن فكنا كنتنقلوا في المدن كنا رحالين وتزوجت براجلي وبقينا رحالين. اذا جينا سكننا هنا في اصيله مده سنتين وكنت ديك الساعه يالله في الاوج ديال المراهقه ديالي. يعني كانت عندي ذكريات كثيره واحاسيس كثيره جدا جدا الاحاسيس الزوينه والاحاسيس الحزينه في هاد المدينه. وبما انني كنت ساكنه في اصيله في السن ديال المراهقه فارتبط بهذه المدينه ارتباط كبير جدا وانا حافظه الازقه ديالها الدروب ديالها كلها لانها صغيره. اصيله صغيره دغيا تحدى ساعه ولا ساعتين ديال لا مارش تحدى. وبالتالي ملي تزوجت راجلي فبقينا دائما كنجيو نخيمو في اصيله. شوفوا او جيسبر البرد يخلي الريح يخلي الصوت يتسمع. كنتمنى تكونوا تسمعوا دابا الاصوات ديال الامواج. هذا المكان اسمه القريقية. احنا غادي القريقية. او نايس نايس نايس. بقاو معايا بقاو معايا تشوفوا واحد المنظر هائل. نايس زوين 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 رائع رائع. كان يا مكان في قديم الزمان. رشيد انا كنت مسمينه رشيد شو بحال كنيتو هي الشو زعما رشيد هذا عزت الملك ملكنا محمد السادس. هذه هدايه. على جمال المغرب. الله الله. اوه نايس مجيد. اجي اجي قول لهم على هاد البلاصه. اجي اجي ضروري ضروري. بقاو حيدوه كتراه حيدوه ولا كنا كنجلسو فيهم. لا 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 راه هي راهما راهما باقي لتحت. شوف لتحت شويه شوف لتحت. اي ما هذاك باقي باقي. كنا كنجيو نكريو هنا بالضبط هنا في هاد البلاصه كنكريو كيلك باغ هنا ورا هاد هذا جامع يعني ماشي مركب. مركب مندمج للصناعة التقليدية. واو نايس ما كانش هذا يلاه. فوالا كنمشيو كنخيمو هنا.
واحد القهيوات الا كانوا كيبانوا لكم راه ما تما فين كنجلسوا نشوفوا الغروب. او مجيد ذكريات ذكريات في الحقيقه. ما كرهتش نجلس واحد يومين هنا الجو زوين. الجو زوين فوالا الجو جميل جدا معتدل. عرفتي فاش كنا فالشاون مارتيل تطوان مدياق فنيدق واو واحد الحراره بحال ديال مراكش. هاد الحراره خطيره. هنا اللهم لك الحمد هنا بارد. الجو معتدل دابا 12 ومع ذلك الجو معتدل وزوين وكاين الريح بارد اللهم لك الحمد. الله 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 والله الا الا ملي جيت الاصيله حسيت براسي تفاجات عليا. ذكريات ذكريات يا اصيله ذكريات. Oh, boy.